إذن في هذا الفيديو غنشوفوا تصريح وليد ركراكي قبل مباراة بلجيك والمغرب. نشوفوا التصريح. موندوني خصهم يشجعوا الفريق. علاش مره اخرى تقلقت انا في ندوه صحفيه؟ واش حنا خارجين من واحد ماتش اللي درنا التعادل مع لي في شامبيون دو موند؟ نورمالمون لي سوبورتير دوف اتر اوغو اي فيير اي دير اون اون بيل ايكيب ناسيونال اون ا تونو تيت او كرواتي اون ا في ان بون ماتش اون ا جوي كونتر اون غراند ايكيب وغان نشجعوهم وان شاء الله خير ولا ما كتبش غنتقاتلوا معاهم وكل شيء. خرجنا كان خصنا نمشيو كان خصنا نديرو نو. هاد اللاعبين خصكم تشجعوهم. حنا المغاربه On est très émotionnellement. Il nous faut de la confiance. Il ne faut pas des doutes. Par exemple, un petit comme Abdel Zazouli, Littral, un autre tir à Dieli, ça va être un très grand joueur. On ira trop encore 15 minutes. Sire encore. Ou déjà le courant, mais je suis mouchkil. Chab maak. Ou là, je m'en ai dit que l'Union nationale, l'Ikon Barik, belle la Coupe du Monde. Mais je n'ai qu'un goul courant à drap poteau, à troll, la poteau, à troll. عندكم صحابكم راني حماق ولا كنقولها ديك لي زون بوزيتيف نيجاتيف كيتلعبوا في كره وان شاء الله ولا غدا مجموعين مع الجمهور واي واحد يدير نيه ويقول ان شاء الله غيتقاتلوا الدراري والكره غتدخل غنربحوا ان شاء الله. باكونت ولا كاينين كيقولوا ان شاء الله هذا راس لافوكا في الهضره وان شاء الله يخسر باش في الاخر نقولوا ايوا كان فيك فهمات وعلاش حيدتوا هذا باش تجيبوا هذا. الكره غضرب بوطو وغتخرج. حنا خدامين دراري خدامين وباغين البلاد ديالهم كيتقاتلوا. اوكي انا كنقولها لكم وحنا معاكم وانتم معانا وحنا عارفينها ان شاء الله غيكون خير.